إذا نحن نكمل ما بدأناه في جزئية التعامل مع الكتابة، أنا بحاجة إن أنا أكتب، أنا صار في عندي شيء قرأت لخصت، الآن أنا بدي أبدأ أكتب. الآن الكتابة هذه لازم تكون فورمال بشكل مناسب، لازم تكون objective, evidence-based, structured، واضح الأفكار. حكينا على citation وreferences، حكينا على logical flow، ولازم تكون كمان الجرامر تاعها واضح. إذا احنا بدك تكتب، على الأغلب راح تكتب باللغة الإنجليزية، إذا بدك تنشر في مجلة، بدك تقدم في مؤتمر علمي، بدك تقدم لمدير المستشفى، فعلى الأغلب راح تكون باللغة الإنجليزية. إذا مهم جدا نهتم لعلامات الترقيم والقواعد في الكتابة. مهم جدا أن نعرف من هي الطبقة المخاطبة. إذا بدي أكتب، عادة بدي أكتب للمدراء، بهمني بسموها الـ Executive Reports أو الـ CEA Reports. إذا بدي أكتب لواحد أعلى مني في البوزيشن، فأنا بكون كتير مختصر وكتير فورمال وكتير دقيق. إذا بدي أكتب لناس هم أقل خبرة منا، مثلا بدي أخاطب جمهور، بدي أخاطب ناس، فلازم أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار. بعض الـ Concepts والـ Terms ممكن تكون معروفة في تخصص مش معروفة في تخصص ثاني. فمثلا بعض الكلمات اللي ممكن تكون مشهورة أكثر في الصيدلة منها في التمريض، في التمريض أكثر منها بالمختبرات إلى آخره. إحنا بنفكش كنترول لأنه إحنا ميكس، فموضوع الكونسبت هذا كمان لازم نخطب عين الاعتبار. الآن هذه كمان بهمنا اللي هي الستركتشر تاعها. إحنا في عنا أكثر من نظام معتمد للكتابة الأكاديمية، أهمهم هو نظام الـ ABA. الـ ABA يعني American Psychology Association. في عندنا writing style تاني اسمه Vancouver. احنا اللي مطلوب منا حتى في الـ term paper حيكون ABA. ايش يعني ABA؟ ABA هي دليل الكتابة حطته الجمعية الأمريكية للـ psychology، للنفسية Association، معتمد فيه على بعض الـ rules والـ regulations الدقيقة اللي لازم نتحلى فيها احنا في ملف الـ word لما نجي نكتب في ملف الكمبيوتر، بتحدد بعض الأمور. أهمها هي موضوع السايتيشن. الآن زي ما أنتوا تفضلتوا الآن، هذه اللي أمامنا إحنا مثلا فقرة من كلام من كتاب معين، من كتاب آلية معينة، لازم يكون ذاكرين اسم المؤلف في داخل الفقرة، بحيث إنه نعرف هذه العبارة عبارة مين، أو هذه الفكرة جاي من مين. هلأ هذا اللي هون الإشارة إنه مثلا سميث حكاها ب 2022 بالريفرنس، بنكون كاتبين سميث حكاها في أي مرجع، يعني شو هو المرجع اللي أنا لو رجعت له راح أتأكد من العبارة هذه اللي حكاها سميث. إذن هذا الموضوع كمان مهم، راح نجي هلأ كمان عليها. العبارات تكون أقوى في التعبير. ليه؟ لأنه فعل إز أو أفعال تو بي كلها أفعال الكينونة، هذه ما بتوضح بالضبط طريقة فعل الفعل. طلع على موضوع الكوفيد، فرق كبير بين عبارتين. لما نكتب COVID-19 vaccine is being coming، يبدو أنه قادم أو يوصل به أو سيأتي به، تختلف عن MOH is offering the COVID-19، لما يبين أنه وزارة الصحة هي اللي بتوزع أو هي اللي بتطلب. فأنا إذا بدي أخاطب واحد معين أقول له والله COVID-19 vaccine is coming مثلا، ياما كان COVID-19 فالفاكسين هيو جاي، غير لما تكون وزارة الصحة هي اللي هتجيبه أو مسؤولية وزارة الصحة أنها تجيبه مثلا. مهم جدا أنه إحنا نكون بعيدين عن التلميح وعدم الوضوح، خصوصا في الأكاديميك ساينتيفيك واي. والله أنت واحد بده يكتب رواية فبده يورط الناس معاه، بكتب بس بالعلم ما في. لازم تكون delivering clearest message، مهم جدا تكون المسج كتير واضحة ودايركت وكلير وترانسبرنت. زي ما حكينا في بعض الأحيان نضطر نستخدم الباس بارتيسيبنت، إما لما يكون هدف الفوكس الأكبر هو على من وقع عليه الفعل، وهذه حالات محدودة بس موجودة. لما يكون في بعض الأمور اللي عليها restrictions في الفيشن كنترول، هلأ إن شاء الله أنتوا راح تدخلوا في المجال هذا، راح تعرف إنه في بعض الخطوط الحمراء موجودة في مجال الفيشن كنترول. ممكن هذه الخطوط الحمراء محطوطة بضمن سياسات المستشفى، ممكن في ضمن سياسات البروفيشناليتيز، أسماء الستاف اللي ممكن يكون معهم مشاكل معينة، أسماء المرضى اللي معهم مشاكل معينة، بعض الأشياء، بعض أنواع العدوى بيكون الحديث عنها بصفة واضحة مين اللي هاي، بيكون برضو عليها شوية ريستريكشنز. ففي هذه الأحيان مش نلجأ للباس بارتيسيبنت. أنت كان فيكش كنترول، أنت ذكي جدا أنك أنت فاهم السبب اللي خلى الطرف الثاني يكتب بباس بارتيسيبنت وأنت بتخليها بهذا الشكل. لكن
يكون عددها محصور. يعني احنا لما نحكي مثلا مره او مرتين نستخدمها كل 10 صفحات مثلا مقبوله، تمام، بس مش تكون هي السائد بشكل عام. مهم جدا كمان بناء على خبرتي المتواضعه في هذا المجال ان احنا نفرق بين انه احنا عرب بس نكتب باللغه الانجليزيه، وبين انه احنا بنفكر بالعربي وبنكتب بالعربي بس بنعملها ترانسليشن. اللغه العربيه تستند بشكل اساسي بسموها الى المسند والمسند اليه، عشان هيك احنا في عندنا جمله اسميه بس. يعني احنا عندنا عباره كامله او جمله كامله ممكن اكتبها ما فيها ولا فعل باللغه العربيه، فاحمد مدرس مثلا، انا موظفه، عبد الكريم يعمل، او عبد الكريم يعني عبد الكريم مثلا طويل او قصير. العباره مسند ومسند اليه مستنده على المبتدا والخبر، وهذا الحكي مضبوط باللغه العربيه ما في اي مشكله. بالانجليزي هذا الحكي مستحيل. اللغه العربيه، اللغه الانجليزيه هي لغه ولا بد لازم تبنى على الاس في او. فانا اذا بدي احكي مثلا احمد از تول، احمد از كومينج، يعني احمد لازم يجي كلمه از، والا ما راح يفهم السامع باللغه الانجليزيه هو احمد ايش، حيموت، حيصحى، حنجيب له حدا يذبحه. لازم يكون في وصف فعل. بس بالعربي احمد قصير، احمد طويل مثلا، خلاص واضح ما مش محتاج فعل. احنا بيصير في عندي بعض الشباب كانوا صبايا لما يكتبوا في هذا المجال هو فعليا بفكر بالعربي وبكتب بالعربي بس بيعمل عليها زي كانه جوجل ترانسليتر، فبيطلع بالاخر صف كلمات. فمهم جدا ننتبه لموضوع الفيربس لما نيجي نكتب. الانجليزي صفة الأسئلة احيانا بيكون من باب طرح التساؤل، خصوصا في جزئية المقدمة، انه انا بدي اثير الفضول عند القارئ، فببلش اسال بعض الأسئلة. المشكلة عاد عندنا بتيجي بصفة الأسئلة باللغة الانجليزية. بالانجليزي ما في نفس، مش زي العربي او الفرنسي. بالعربي او بالفرنسي تغيير تون السؤال بيخلي الموضوع هذا سؤال عنه جواب. زي مثلا ما نحكي أكلت أو أكلت، هو فعليا أنا بالكتابة ما اختلفت معي، أكلت أكلت، اللهم أنه الثاني بدي أحط علامة استفهام عشان أعرف أنه أنت هل أنت أكلت، يعني عشان يصير معناها بهذا الشكل. فأنا تغيير التون أعطاني تغيير في الأندرستاندينج. في الإنجليزي ما في منه هذا الحكي. أكلت يو إيت، بدي أسألك سؤال أنت أكلت، فلازم أقول لك did you eat، did you study. إذا بتغير الستركتشر. في العربي بالفرنسي لا، فمثلا بالفرنسي من يوم يحكوا سافا سافا صارت الأولى سؤال، الأولى نص والثانية سؤال. الإنجليزي البروفيشنال رايتنج لازم نلتزم بنص السؤال. كثير من اللي كان يكتبوا هذه يحاول يحط عليها العبارة ينهيها، أو حتى لما يحكي يقول له you bring it وكأنه بس بفكر بنفس عقلية اللغة العربية. أنا لو غيرت التون فاللي أمامي رح يفهم إنه هذا السؤال. في الإنجليزي لا، في الإنجليزي لازم تحط الستركتشر تاع السؤال بشكل يكون فيه سؤال. فإما بيكون السؤال yes or no questions أو بيكون WH questions. بس إحنا هون عم نحكي عن yes no questions، إنه لازم يتغير النص تاعها. الآن هون بيجي عندي هذا موضوع الverbs واستخدام الverb to be. مثلا لما أحكي أنتم برأيكم infection control is an increase، infection rate is increasing، infection rate is advancing، في رأيكم أي هؤلاء أي هذه العبارات أقوى إذا أنت كنت بدك تكتب عبارة لمدير مستشفى أو لوزير الصحة؟ بأي واحدة راح تستخدم؟ في حدا عنده جواب أو متخيل يكون في جواب؟ إذا انتبهنا على الأولى infection rate is دائما فيها ضعف. هون برضو إز، بس حولنا العبارة من أنه اللي بعدها اسم لأنه اللي بعدها فعل مستمر، فأعطتها قوة. الأولى infection rate is an increase، عماله بيزيد أو هنالك زيادة، هيك بطلع معناها الحرف. الثاني بيزيد أو يتزايد. العبارة الثانية أقوى من الأولى.
لكن اللي أقوى منهم التنتين لما حطينا is advancing، ما استخدمت اسم حطيت له ing أو infection rate advance، برضو كمان بتكون أقوى في النص والعبارة نفسها. verb to be استخدامه مهم وضروري، لكنه في البروفيشنال رايتنج بيعطيني ضعف للنص اللي مكتوب. شيء اللي احنا هيك قدرنا نشيل الآن من جزئية البحث كاملة اللي احنا بنحكي فيها. طيب الآن أنا في عندي كمان الـ الكلمات اللي أنا بصير فيها عندي list of names. لما يكون في عندي أكثر من list of names واضحة، فبقدر أحط قبل الاسم الأخير and وأحط بين كل اسم والتاني فاصلة. بعض الأشياء المهمة اللي إحنا لازم نراجعها في موضوع الجرامر، لازم نتأكد من إنه إحنا we are offering proper understanding للجرامرز اللي إحنا نكتب فيه. هلا هذا الحكي كلياته حيوصلني لايش؟ الان احنا ايش المتوقع منا انه احنا نكون نعمله؟ الان الاسبوع القادم احنا بده يكون في عندي، اذا تتذكروا لما حكينا، عفوا، احنا حكينا انه احنا بدنا نعمل تيرم بيبر، صح؟ كل واحد فينا هلا بلش يبحث عن مواضيع معينه يكتب عنها. تركنا الموضوع مفتوح وعشان نحول الموضوع انه يكون بروفيشن، حتى هاي التيرم بيبر انت ممكن تقدمها للبابليكيشن. حددنا في بعض الصبايا اوريدي حددوا مواضيع، وفي بعض الناس لسه ما حددوا مواضيع، بدنا نكتب في موضوع معين، موضوع مفتوح. هلا هذا الموضوع المفتوح بدنا نكتب فيه اي شيء احنا بدنا اياه، نفس الموضوع اللي بدنا اياه، لكن بدنا نكتب فيه بشكل بروفيشن، فبدي اكتب فيه عن طريق الاي بي اي. إذا أنا I have إني أكتب عن طريق API، يعني عندي صفحة حيكون فيها التايتل، بعدين الصفحات الثانية الخط بده يكون Times New Roman و12، وبعدين Double Spaced، يعني لما نيجي هون نستخدم هذه اللي هون على أساس تكون Double Spaced، إذا أنا بستخدم إنه هي Double Spaced. إذا هذه الصفحة الأولى، هذه الصفحة الثانية، هذه الصفحة الثالثة، هذه الصفحة الرابعة، مش مهم، مش مهم عدد الصفحات. كمان الموضوع هذا بده يكون مستند فيه على مراجع، والمراجع هذه مراجع علمية، ويتراوح عددها من 3 إلى 7، ما بدنا أكثر من 7، ما بدنا أقل من 3 في هذا المجال اللي أنت حددت تكتب فيه. وهذا بده يتقدم على شكل كتاب، يعني ما حيكون في برزنتيشن، وإنما حيكون التقييم بس على شكل الريبورت اللي إحنا حنقدمه في المجال هذا. لذلك هذه الأمور كثير مهمة، حتى أن أنا لما أجي أحكي إنه we are thanking our efforts، وإنه إحنا الله يعطيكم العافية ما قصرتوا وكتبتوا بشكل مناسب، الأرجيومنتس اللي هي أنا لما بنيتها بشكل، إذا تذكروا هذه العبارة هون، بنيتها بشكل يحترم التسلسل المنطقي للأفكار. فمثلا حكينا على vaccination مثلا for disease prevention، في حدا كان حاب يكتب عن قضية مثلاً مرتبطة بالهاند هايجين، حدا مرتبط على عملية الإدوكيشن مثلاً، فالآن أنا بدي أعمل إدوكيشن لموضوع معين، هذا الإدوكيشن أنا استندت فيه لمراجع بطريقة الميثودولوجي تاع عمله، ولازم نقنع الناس، مدراء، نقنع جهات التمويل، نقنع WHO، USAID، الناس المعينين هذولا إنه هذا الفند مهم، على أساس أنهم يوافقوا بعدين يعملوا لي عليه سبورت. فالهدف من التيرم بيبر هون أنها تكون بتحاول تنهي كل الكفاءات اللي إحنا بدنا إياها أو تنمي هذه الكفاءات. طيب هلأ نيجي على موضوع التيرم بيبر للدكتور. طيب هذا التيرم بيبر شو مواصفاته؟ إيش الأشياء اللي لازم أركز فيها أنا لما أبدأ أعمل هذا المشروع؟ إنه هذا حيكون هو مشروع التخرج تاعنا، هذا إن شاء الله اللي راح يكون معنا المرة الجاي إن شاء الله، والله يعطيكم العافية. في حد عنده سؤال؟ في حد عنده استفسار؟ يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا رب، الله يسعدك. هلا بس في أسأل سؤال بالنسبة للبروجكت، هلا نقدم بشهر 11 ولا ما عندنا شهر 11؟ يعني بقدر أقدم قبل؟ أنا بقدر أقدم قبل، لا ما في مشكلة. طب لمين أبعث دكتور؟ إلك ولا للجمعية؟ المرة الجاية إن شاء الله رح نحكي بالتفصيل على البروجكت. خلاص تمام.
لكن المهم انه الاشياء اللي حكينا عنها المره هاي والمره الماضيه هي اللي لازم تتطبق في البروجكت، يعني هو هذا كله تاسيس للي جاي في موضوع البروجكت. تمام ميس؟ ف يعني موضوع انه الرايتنج والريدنج تاعتها وكذا. هلا المره الجاي ان شاء الله خلينا نكون احنا بكل اللي معنا محددين شو التوبيك اللي راح نحكي فيه. فانتوا حكيتوا لي انه في ناس اصلا مجهزين توبكس وهيك وفي بالهم توبكس، المره الجايه ان شاء الله راح ناخذها منكم اونلاين واحنا في المحاضره واحد واحد، حتى نقدر نتاكد انه كل واحد فيكم قدر يحصل المراجع الضروريه اللي راح يستند عليها في البحث، ونتاكد انه المراجع تاعته كانت مراجع هي المراجع اللي لازم يعتمد عليها الانفكشن كنترول. تمام هيك؟ طيب الله يعطيكم العافيه ربي، ونراكم إن شاء الله الأسبوع القادم، ونتمنى لكم أسبوعاً طيباً إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. إذا ما في سؤال ما في شيء أنا راح أنهي. الله يعطيكم العافية. السلام عليكم.